هاي هاي على الشماليه. انا ما جيتي فنه مع شكون ميكاب ارتست اللي خدم ليك؟ اختي واحد خيتي في مراكش سميتها اميمه. لا لا والله جيتي فنه مع شكون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بشرى شانيل. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك فضلا منكم ليصلكم الجديد. لايك برفع عزك وتشوفيه كيف ما بغيتي ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه الى فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.